السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب يكون الجميع بخير. تكمل السكشن مادة ال HCI، معاكم نوريهان نوري. في السكشن اللي فات اخدنا ازاي نسطب برنامج اليونيتي وتعرفنا على الويندو بتاعته. كل ويندو موجودة فيه تعرفنا عليها، تعرفنا على البروجكت وتعرفنا هيبقى موجود فيها ايه، وتعرفنا على الانسبكتور وبيبقى موجود فيها ايه، وتعرفنا على السين فيو، وتعرفنا كمان على الهيروليك، وعرفنا كمان ان برنامج اليونيتي بيستخدم عشان اقدر اعمل بيه الجيمينج بتاعتي. النهاردة هناخد حاجات بسيطة كده ان شاء الله. عندنا قبل بس ما نبدأ في محتوى السكشن بتاعنا، عايزين نعرف شوية حاجات. لو انا عايزة اعمل جيم اوبجكت جديد عندي في الهيروليكال ده، اعمله ازاي؟ اجي هنا، هقف هنا، وبعدين كليك يمين، وبعدين هقول له كرييت امبتي، هيعمل لي جيم اوبجكت عندي. وكمان احنا عارفين من المره اللي فاتت ان اي جيم اوبجكت بيبقى ليها شويه خصائص، والخصائص بتاعتها بتبقى موجوده في الانسبكتور عندي. تمام. عندنا كمان اي جيم اوبجكت بيتكريت عندنا بيبقى ليه شويه كومبوننت، وبقدر كمان اضيف له انا كومبوننت اضافيه غير اللي موجوده فيه. هنتعرف النهارده على اتنين كومبوننت مهمين وهنستخدمهم ان شاء الله طول السكشن. اول كومبوننت عندنا اسمها ريجيد بودي 2D، تاني كومبوننت اسمها بوكس كلايدر 2D. الريجيد بودي 2D ده بيخلي الاوبجكت بتاعي يمتاز بالخواص الفيزيائيه، والبوكس كلايدر 2D ده بضيفه لو انا عايز اعمل تصادم او كوليجن ما بين الاوبجكت وبعضها. طيب انا اضيف بقى الكومبوننت ازاي؟ وليكن مثلا انا عندي الجيم اوبجكت اللي عملته ده، هضغط عندي على اد كومبوننت اللي موجوده في الانسبكتور، هضغط عليها وبعدين هكتب ريجيد ار جي، ابحث عليها، وهنا اهي ريجيد بودي 2 دي، اضغط عليها كده ضاف لي الكومبوننت ده. في حاجه مهمه فيه، خاصيه مهمه فيه عايزين نعرفها، حاجه اسمها جرافيتي سكيل. الجرافيتي سكيل دي القيمه بتاعتها بتحدد لي الجاذبيه عندي. يعني لو القيمة بتاعتها واحد، ده معناه ان الاوبجكت بتاعك ده هيتحرك مع الجاذبية الارضية. لو القيمة بتاعت الجرافيت ده سالب واحد، ده معناه هيتحرك عكس الجاذبية اللي هو هيطلع لفوق. لو القيمة بتاعتها بصفر، ده معناه ان الاوبجكت بتاعي هيفضل ثابت مش هيتحرك خالص. تمام. في كمان كومبوننت اللي هو البوكس كلايدر، اقدر اضيفه برضو هنا، اقول الاد كومبوننت واكتب بوكس، في عندي هو بوكس كلايدر 2D، بيضيف لي البوكس كلايدر 2D ده عشان اقدر اعمل تصادم. في حاجه زيها برضو، بس البوكس كلايدر ده للاوبجكت اللي شكلها مثلا زي البوكس او شكل المربع او المستطيل وهكذا. اما لو الاوبجكت بتاعي واخد شكل دايره، بقدر اضيف السيركل كلايدر 2D. هنا اهو اقول له سيركل، موجوده عندي سيركل كلايدر 2D. تمام. نيجي بقى هنا كده، تمام خلاص، احنا عايزين نشيل دول. عندنا remove component، وبعدين remove component. ماشي. عايزين نعرف حاجة كمان، احنا عارفين ان المفروض بكتب كود للعبة بتاعتي. طب انا عايزة اضيف الكود ده، اضيفه فين؟ او عارفين ان احنا نشتغل الكود على الفيجوال ستوديو. قلتلكوا المرة اللي فاتت ان احنا بنيجي نسطب لو انا عندي الفيجوال، خلاص مش بسطبه، لو مش عندي بسطبه عندي وانا بسطب البرنامج. طيب عايزة اضيف بقى كود عندنا، هنيجي هنا كده في الاسد، خلينا نعمل فولدر جديد، اقول له كرييت، كليك يمين كرييت فولدر، واسميه سكريبت مثلا، هحط فيه الاكواد بتاعتي. تمام. خلينا بقى بالمرة كمان نعمل فولدر عشان نحط فيه الصور بتاعتنا، فولدر نسميه الايمج بتاعي. هندخل وليكن في الفولدر بتاع سكريبت، واجي عليه واقف كليك يمين عندي، وبعدين انا عايزه اضيف كود، هقول له كرييت سي شارب سكريبت، هيضيفه عندي، اسميه اي اسم يعجبني، وليكن نقول مثلا اي فيرست كود مثلا، او فيرست ميثود، اضغط ضغط البره كده، هو ضاف لي الكود ده. تمام. او ضاف لي الحاجه دي ان انا هحط فيها الكود بتاعي. ماشي. او الميثود دي
خلي بالنا من حاجة تاني، هعيد الخطوة تاني عشان لو تمشي معايا. كليك يمين وبعدين كرييت وبعدين هقول سي شارب سكريبت، تمام؟ وبديها اسم عندي، ولو اخد وقت لحد ما يعطي الاسم وكده عادي مفيش مشكلة خالص. باجي افتحها بضغط دبل كليك عندي عليها، وبياخد شوية وقت بس يعني ما نقلقش، هو البرنامج تقيل. تقريبا هنا عندنا علق، خلينا نقفله ونفتحه تاني، تمام؟ دبل كليك تاني، تمام. اصبر برضو عليه شوية كده بعد ما بيفتح، حد بس ما يفعل الميسو ده عندنا. هيفتح عندي هنا بابليك كلاس فيرست ميثود، ده اسم الكلاس اللي انا عامله، تمام؟ وان هي ورثه من مونو بيهيفير عندي. هلقى اتنين ميثود، ميثود اسمها void start وميثود اسمها void update، تمام؟ الميثود اللي اسمها start دي انا بكتب جواها الحاجه اللي عايزها تتنفذ اول ما اللعبه تشتغل وبس، يعني بمجرد لما اللعبه تشتغل تتنفذ الحاجه اللي جوه الميثود اللي اسمها start دي وبس، وبعدين ما عادش تتنفذ بقى طول اللعبة. اما الميثود اللي اسمها update انا بكتب جواها الحاجة اللي عاوزها تفضل تشتغل طول ما اللعبة شغالة عندي، تمام؟ في حاجة مهمة عندنا، المونو بيهيفير لازم تكون متفعلة، اللي هي يكون اللون بتاعها باللون ده كده. طب لو هي كانت باللون الاسود ومش متفعلة افعلها ازاي عندي؟ هقفل وقتها الكود عندي، تمام؟ وهروح على edit وبعدين هضغط بريفرنس، وهاجي هنا هضغط اكسترنال تولز، وهضغط ضغطة واحدة بس على البوتوم اللي اسمها ريجينيريت بروجكت فايل، تمام؟ ضغطة واحدة بس، واخلي بالي ان يبقى ان يكون الاكسترنال سكريبت اديتور يكون باسم بالفيجوال ستوديو اللي انا مسطبه بتاعي اللي هو 2019. بعد ما اخلص ده اقفل الويندو دي، وبعدين ارجع افتح الكود بتاعي تاني من للفيجوال ستوديو اللي هو هيجيلي بالشكل ده كده بالظبط، تمام؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي ازاي اقدر اضيف كود عندي، تمام؟ وكمان عرفنا ازاي اقدر اعمل جيم اوبجكت جديد، وكمان عرفنا اتنين كومبوننت اقدر اضيفهم اللي هما الريجيد بودي 2 دي وكمان البوكس كلايدر 2 دي او السيركل كلايدر 2 دي، تمام؟ نيجي بقى المحتوى السكشن بتاعنا. احنا عايزين النهارده نعمل ثلاث حاجات. اول حاجه ان انا عايز اعمل كوليجن، اعمل تصادم ما بين اتنين اوبجكت، ان ما يكون في اتنين اوبجكت، مثلا اوبجكت ثابت ما بيتحركش وفي اوبجكت تاني بيتحرك، لما الاوبجكت اللي بيتحرك ده يخبط او يلتمس بالاوبجكت الثابت هو كمان
يقف وما يتحركش. تمام. وعايزين كمان نقدر نحرك الاوبجكت بتاعنا باستخدام الكيبورد، يعني باستخدام الاسهم اللي موجوده في الكيبورد، ان انا اطلع انزل اروح يمين شمال وهكذا. وعايزين نتعرف كمان على اللايرز. خلينا بقى واحده واحده كده. اول حاجه انا عاوز اعمل تصادم او اعمل كولاجه ما بين اتنين اوبجكت. خلينا نضيف صوره الاول. تمام. هنيجي هنا على الفولدر اللي اسمه الايمج، كليك يمين. احنا عرفنا المره اللي فاتت نضيف الصوره ازاي، كليك يمين امبورت نيو اسيت، واختار الصوره بتاعتي وليكن الصوره دي كده. تمام. بعدين اقول له امبورت، هتظهر عندنا. ماشي. عرفنا برضو اخدها واسحبها عند السين عندنا هنا كده. تمام. خلينا بس الاول نكبر السين شويه في من السايز بتاعنا، يكون كده. تمام. ده الصوره بتاعتنا. خلينا نعمل لها موف، ننقلها وليكن هنا كده مثلا. خلينا نصغرها شويه لينا، نصغرها كده مثلا. تمام. تمام. خلينا بقى نضيف على الصوره دي خاصية او الكومبوننت بتاع الريجيد بودي 2 دي، ونجرب حتة الجرافيت سكيل، ان هو نجربها مرة تكون بواحد هنشوفها هتتحرك مع الجاذبية الارضية ولا لا، او مرة تكون سالب واحد مرة تكون بصفر. هنضغط هنا، نحدد هنا الصورة بتاعتنا، ونيجي هنا في الانسبكتور هقول اد كومبوننت، وبعدين هكتب ريجيد بودي 2 دي، اضغط عليها. هي هنا الديفولت بتاعها ان هي بواحد. طالما الديفولت بواحد ده معناه ان هي تتحرك مع الجاذبيه الارضيه، يعني هتنزل لتحت. طب خلينا نرن كده ونشوف الدنيا تبقى عامله ازاي. الصوره نزلت، نزلت وما طلعتش، هتفضل تنزل وخرجت بره السين بتاعي. تمام. لان مفيش حاجه طبعا تمنعها ان هي تقف. هنيجي هنا كده. طب خلينا نجرب سالب واحد، القيمة بتاعتي خليها بسالب واحد. تمام. ورن، خلينا نعمل اول كنترول اس وبعدين ارن. المفروض كده الصورة بتاعتي هتطلع لفوق، طلعت لفوق وبرضو مفيش حاجة منعتها ان هي تقف عندي لما توصل لحدود السين. تمام. نخليها كده بصفر، المفروض بصفر ان الصورة ما تتحركش، تفضل واقفة وثابتة في مكانها. نعمل كنترول اس وبعدين نرن. الصورة ثابتة ما اتحركتش من مكانها. تمام. طيب انا عايزة اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزة الصورة دي لما اعمل لها جرافيك سكيل بتاعها تكون بواحد، ان هي تنزل عندي. تمام. عايزة اعمل حاجة تمنعها ان هي تعدي حدود السين بتاعي، اللي هي تمنعها تيجي لحد هنا كده وتقف، ما تنزلش تحت، ما تفضلش تنزل وانا ابقى مش شايفاها. تمام. طيب اعمل ايه؟ هعمل عندنا جيم اوبجكت، واحط للجيم اوبجكت ده بوكس كلايدر. تمام. واخلي مكان الجيم اوبجكت ده عندي تحت هنا كده. ماشي. خلينا نعمل دي، احنا ضايفين الجيم اوبجكت هنا، كنا ضايفينه. تمام. هاجي هنا هقول له اد كومبوننت، واقول له بوكس كلايدر 2 دي. تمام. هو ده كده. خلينا بقى نغير في السكيل بتاعته عشان يكون واخد العرض بتاع السين بتاعتي كلها، وليكن كده مثلا. وبعدين اعمل له موف، انقله تحت هنا كده. طيب تمام، خلاص كده نعمل كنترول اس، المفروض نرن نشوف. طبعا عاملين الصورة ثابتة، خلينا نغير الجرافيك سكيل بتاعتها، نخليها بواحد عشان تقدر تتحرك مع الجاذبية. تمام. كنترول اس وبعدين رن. ايه ده، الصورة برضو بتقع مش بتثبت عندي ليه؟ لان عشان اقدر اعمل كوليجن عندي واقدر اعمل التصادم عندي، لازم يكون الاتنين اوبجكت متضاف ليهم البوكس كلايدر 2 دي. تمام. عشان لما يخبطوا في بعض يقف، او الصوره اللي بتتحرك هي اللي تقف. تمام. طب احنا كده هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نعمل سيلكت على
الصورة بتاعتنا، وهنضيف ليها كمان كومبوننت اسمه بوكس كلايدر 2D. تمام. طيب نعمل كنترول اس وبعدين نرن. هاجي هنا الصورة بمجرد ما جت على الحدود بتاعت السين بتاعتي وقفت، تمام، ما نزلتش تحت. خلينا نشوفها تاني. تمام. وهكذا لو احنا برضو عايزين لو الصورة دي تطلع لفوق وحاجة برضو تمنعها من ان هي تعدي حدود السين بتاعي، هعمل برضو اوبجكت جديد وهضيف له بوكس كلايدر واحطه هنا كده، تمام، واخلي الجرافيت سكيل بتاعت الصورة بتاعتي تكون سالب واحد عشان تطلع عندي. تمام. ده كده اول حاجة. نيجي بقى على تاني حاجة. انا لو عايزة احرك الصورة دي، تمام، في كل الاتجاهات بتاعتي بالكيبورد، انا اللي اتحكم في الحركة بتاعتها. ماشي. قبل بس بنقول ان احنا هنعمل الحركة بتاعتها ازاي، احنا دلوقتي لو نفترض ان احنا خلاص قدرنا نتحكم في الحركة، انا لو قدرت اتحكم في الحركة وجيت مثلا الاتجاه ده اليمين ده وفضلت ماشي، مفيش حاجة، مش هلقى حاجة تمنعني هنا كده ان انا ما عديش الحدود بتاع السين، وهكذا الجهادي وهكذا الجهادي كمان. في هنا بس اللي هلقى حاجة تمنعني، لان انا حاطة هنا اوبجكت وحاطة له بوكس كلايدر ومخليه كمان يمنع الصورة ان هي تعدي. طب انا كده هعمل ايه؟ هحط برضو بوكس كلايدر في الثلاث الاتجاهات التانيين عشان لما اجي اتحكم واقدر اتحرك بالصورة ما تطلعش بره السين بتاعي. تمام. هنيجي هنا ده كده، يبقى احنا عايزين نعمل اوبجكت جديد فوق وكمان واحد على اليمين واحد على الشمال. نيجي على ده كده ونعمل كنترول سي كنترول في. تمام. وليكن نسمي بقى ده مثلا، هضغط ضغطة بس كمان عليه واسميه مثلا بطن. سوري، نخليه بيه مثلا ولا حاجة. تمام. ونيجي هنا ده كده، نسمي ده اب. باجي على ده كده، ده طبعا عشان عاملة كنترول سي كنترول في الاتنين عندي فوق بعض، فانا هاخد ده كده واسحبه واحطه فوق هنا كده. تمام. وخلي بالي لو ضغطت على ده هلاقي تحت لسه موجودة اهو، يبقى انا كده خلي بالنا برضو كنترول سي كنترول في بياخده كله بكل الكومبوننت اللي كانت موجودة فيه. ماشي. نعمل بقى جيم اوبجكت كمان كليك يمين وبعدين كرييت امبتي وليكن اسميه رايت. تمام. نيجي هنا كده واضيف له كومبوننت اسمه بوكس كلايدر 2D، وخلينا نعمل السكيل بتاعه بحيث ان هو يبقى نفس الطول بتاع السين بتاعتي كده مثلا. تمام. وبعدين نيجي نعمل له موف، ننقله على اتجاه الرايت كده. تمام. وبعدين اقول له كنترول سي كنترول في واسمي ده ليفت. تمام. واجي هنا كده اخده برضو اوديه اتجاه الليفت عندي. هنا كده مثلا. تمام. نعمل كنترول اس. يبقى انا كل اللي عملته دلوقتي، عملت 4 جيم اوبجكت وحطيت ليهم الاربعة بوكس كلايدر 2D عشان لما اجي اتحرك بالصورة بتاعتي ما تعديش حدود السين. تمام. عشان يحصل كوليجن وما تعديش حدود السين. هنا ده اللي تحت وده اللي فوق. تمام. ده اللي على اليمين وده اللي على الشمال. تمام. كويس. نيجي بقى نشوف احنا هنحرك الصورة بتاعتنا دي ازاي بالكيبورد بتاعي وبالكيبورد بتاعي وانا اقدر اتحكم فيها. هعمل بالكود، الكلام ده كله هعمله بالكود. هاجي عند سكريبت، خلينا بقى نمسح ده كده ولا خلاص ماشي نسيبه، خلينا سايبينه. ونعمل هنا كليك يمين وبعدين كرييت سي شارب سكريبت. تمام. خلينا نسميه موف سكريبت. تمام. ضغط بره. ده موف سكريبت عندي.
هنفتحه عندنا من الفيجوال، نضغط عليه ضغطتين فتح عندنا اهو. تمام، نفس برضو اللي موجود، اللي كان موجود في الفيرست ميثود، نفس الحاجات اللي موجودة فيه. ماشي، اول حاجة هنيجي كده هنا هنعرف اوبجكت عندي من الريجيد بودي 2 دي، هقول له برايفت عندي ريجيد بودي 2 دي، وبعدين اسميه مثلا ريج مثلا. تمام، وسيمي كولون. ماشي، دي اول حاجة عملت اوبجكت عندي من ريجيد بودي 2 دي. وبعدين هعرف متغير اسمه انت سبيد واسويه مثلا بربعي، ده مقدار السرعة اللي هو هيمشي بيها عندي في الاتجاه الاكس. وتمام، نيجي برضو نعرف متغير اسمه انت جامب عندنا، ومثلا نسويه ب60، ده عشان لو هو هيطلع او ينزل يبقى السرعة المقدار اللي هيمشي بيه او اللي هيطلع بيه وينزل بيه هيبقى 60 عندنا. تمام، نيجي هنا في الستارت، انا مش عامل فيها حاجة لان انا عاوز ان انا هفضل اقدر اتحكم في الصورة واتحرك بيها الكيبورد عندي طول ما اللعبة شغالة، يبقى الستارت ده انا مش عامل فيها اي حاجة. نيجي هنا عند الابديت هقول له رج الاوبجكت اللي انت عملته ده هيساوي عندي جيت كومبوننت، وبعدين اكتب هنا ريجيد بادي 2 دي، تمام، خلينا بس نشيلها مره تاني كده، جيت كومبوننت دي مش من تحت. تمام، وبعدين ريجيد بادي 2 دي. دي معناها ايه؟ او السطر ده معناه، ده معناه حط في الريج بتاعتك دي، هنا بقول له حط له الاوبجكت بتاعك اللي اسمه ريجيد بودي 2 دي. تمام، انا هحط في الريج في الريج بتاعتي دي او الاوبجكت اللي اسمه ريج بتاعتي دي، هحط فيه الريجيد بودي بتاع الصوره اللي يعني هخلي الكود ده بتاعها. احنا عندنا بعد ما نخلص الكود ده كده، تمام، الكود ده كده دلوقتي مش تبع اي حاجه من الجيم اوبجكت، فانا في الاخر هاخده وهخليه ينتمي لحاجه من الجيم اوبجكت الموجوده دي. فانا هنا بقول له، هنا كده بقول له الاوبجكت بتاعك اللي اسمه ريش حط له ريش بادي بتاعه الصوره اللي هتحط لها الكود ده. تمام، نيجي هنا بقى هعرف اتنين متغير، هقول له انت اكس هتساوي زيرو، ده اللي هو هتحرك يعني في اتجاه الاكس، وعندي انت واي هتساوي زيرو برضو في الاول كده مفيش حركة. تمام، وبعدين عندنا شوف بقى ندخل الانبوت عندي، اقول له اف، لو الانبوت دوت جيت كي بتاعتك كانت رايت، خلي بالنا رايت كل حروفها بس حروف سمول، وخلي بالنا اي حرف كابيتال وسمول بيفرق معانا وكود ما بيرنش وبلاقي ايرور كتير قوي. هاجي هنا كده انا بقول له لو الانبوت جيت كي، يعني لو انا ضغطت عندي رايت في اتجاه الرايت عندي هتعمل ايه، هقول له خلي الاكس دي بتساوي السبيد. تمام، خلي الاكس بتاعتك ده تساوي السبيد بتاع السبيد اللي انا حاططها اللي هو الاكس اتحرك مقدار 40 عندي. تمام، وبعدين نيجي هنا هقول له إلس إف عندنا، وبعدين أقول له إنبوت لو الإنبوت دوت جيت كي بتاعتك مكانة ليفت هتعمل إيه؟ هنا كده هقول له الإكس هتساوي سالب سبيد، اتحرك بقى نفس المقدار بس بالسالب عشان اللي هو يرجع ورا. تمام، سيمي كولون عندنا. ماشي، ده كده لو انا ضغطت رايت وضغطت ليفت. طب لو ضغطت بقى اب وباتم، هاجي هنا اقول له تاني الس اف عندنا،
لو ال input dot get k بتاعك كان up. تمام، هنيجي هنا كده واقول له الواي هتساوي الجمب، ان هو هيعمل جمب او ان هو يتحرك في اتجاه الواي يعني بمقدار الجمب ده. تمام، سيمي كول. نيجي هنا بقى اخر حالة اللي هي else، اللي هو يعني لو مش حاجة من اللي فوق هيخلي الواي بتاعتي اللي هو كده هتبقى البطن، طالما مش بضغطش على الرايت ولا الليفت ولا الاب يبقى هو عندي البطن، يبقى هتساوي سالب جمب. تمام، وبعدين سيب كل. تمام، نيجي هنا نعمل حاجة اسمها add force. خلينا نقول لرج دوت add force. تمام، واقول له new vector 2، اديله الاكس والواي بتاعتي. تمام، وهحط سيم كل. ايه بقى الاد فورس دي؟ الاد فورس ده المسؤول عن القوه بتاعه الحركه بتاعتي. تمام، انا هديله فيكتور 2 بحيث ان هو ياخد الاكس والواي، ان هو يتحرك في اتجاهين، اتجاه الاكس واتجاه الواي بس. تمام، يبقى انا كتبت الكود بتاعي كده، هعمل كنترول اس هنا كده ماشي، واروح على البرنامج بتاعي. تمام، انا دلوقتي انا كتبت الكود بس ما خليتوش ينتمي لحاجه خالص من الجيم اوبجكت اللي عندي، فانا عشان اخليه اوصله لحاجه من الجيم اوبجكت احنا عايزين نوصله لايه؟ انا عايز ايه اللي يتحرك؟ عايز الصوره اللي تتحرك، فهوصله عندي، هاخده اسحبه دراج ودروب عندي للصوره، هاخده كده واروح عند الصوره عندنا هنا كده. تمام، اضغط عندي او ما اضغطش، انا بسيبه بس عليها. هلقيت ضاف عندي. طب انا اتاكد ان هو اتضاف ازاي؟ هاجي كده هقف على الصوره، وبعدين في عند الانسبكتور عندي هنزل تحت كده هلقى هنا حاجه اسمها موف سكريبت، اللي هو اسم عند الكلاس اللي انا عملته. تمام، يبقى انا كده دي اتاكدت خلاص ان الموف سكريبت ده اتنقل عندي للصوره. تمام، خلينا بقى هنا نعمل كنترول اس ونجرب. طبعا هي كده نزلت، اجي اتحرك بقى بالماوس بتاعتي سوري بالكيبورد، هاجي هنا كده اطلع فوق خالص. طبعا في حاجه بتمنعني ان انا اعدي الحدود بتاعتي، هاجي هنا يمين نفس النظام حاجه بتمنعني، بتاع شمال هاجي هنا يمين هلقى برضو حاجه بتمنعني. يبقى انا بقدر دلوقتي بحرك بالكيبورد عندي الصوره بتاعتي في جميع الاتجاهات. تمام، طبعا ما بطلعش حدود السين لان انا عامله جيم اوبجكت وحاطه له بوكس كلايدر وحطاهم على الاحرف بتاعه السين بتاعتي بحيث ان ما يطلعش بره خالص. تمام، اهو بالشكل ده كده. تمام، نوقف. انا دلوقتي عرفت ازاي احرك الصوره بتاعتي او احرك اي اوبجكت عندي بالكيبورد. طبعا لو انا عايزه استخدم صوره تانية هبقى نفس النظام، اضيف الصوره التانية واحط واكتب الكود بتاعي، او اقدر استخدم نفس الكود ده لاكتر من اوبجكت. يعني اقدر لو ضفت الصوره هنا كمان اقدر اخد الكود ده واسحبه على الصوره التانيه دي كمان وتشتغل برضو الصوره التانيه، يعني اقدر استخدم نفس الكود على اكتر من اوبجكت عندي. تمام، دي تاني حاجه كانت معانا. نيجي لتالت حاجه اللايرز، هي الطبقات، هي طبقات الصور اللي عندي. تمام، بيقول لي ان اي جيم اوبجكت موجود عندنا بيبقى ليه او بيبقى محطوط في لاير لوحده. تمام، المطلوب بقى ايه؟ المطلوب مننا ان احنا دلوقتي نحط اكتر من صوره فوق بعضهم. تمام، وعشان نشوف موضوع اللاير ده خلينا نعمل سين جديده. هنيجي عندي في السين هنا كده، نقف هنا كليك يمين، وبعدين هقول له كرييت عندي وبعدين سين، ونسميها اسم مثلا، هقول له نكست سين مثلا ولا اي حاجه. هنا كده يبقى عشان اقدر اعمل سين عندي هروح للفولدر اللي اسمه سينز، وبعدين هقف هنا كده كليك يمين هقول له كرييت. تمام، وبعدين سين. تمام، نفتحه بقى، اضغط عليه ضغطتين هيتفتح عندي.
خلينا نكبر المين كاميرا بتاعتنا يا كده، ليكم كده مثلا. تمام، خلينا نضيف الصور اللي عايزين نضيفها. خلينا نيجي هنا كده اقول لهم كليك يمين بورت نيو اسيت، نفتح الملف ده، ناخد ده اكتر، عايزين نضيف اكتر من صورة، هضغط على اول صورة وبعدين كنترول وانزل اشوف الصور اللي عايزها كمان، وليكن الصورة دي ودي كمان، وبعدين هقول له البورت. ادي الثلاث صور اللي عندي. تمام، اخد بقى واحدة بواحدة واسحبها، ادي هنا كده اسحب دي كده، خلينا نظبطها السكيل بتاعها بحيث ان هي تبقى واخدة مساحة كل السين بتاعتي كده مثلا. تمام تمام، نيجي نسحب بقى عندنا هنا كده، ماشي، هي دي ظاهرة قدامها، الطبيعي ما تظهرش قدامها بس ماشي. خلينا نسيب دي كده. اول حاجة دي الباك جراوند اللي عندي موجودة في اوردر ان لاير زيرو. تمام، الاوردر ان لاير يعني اللاير بتاعها موجود في اللاير زيرو. ماشي، انا لو عايزة اضيف حاجة فوق الصورة دي، خلينا نشيل دي دلوقتي، لو عايزة اضيف حاجة فوق الصورة دي تمام بحيث ان هي تظهر قدامها، لازم يكون اللاير بتاع الصورة اللي قدامها ده اكبر من الزيرو عندي عشان الصورة تظهر قدامها متبقاش وراها. طب انا ازاي هعمل اللاير ده يكون الرقم بتاعه اكبر من الزيرو؟ هضيف لاير جديدة عن طريق ان انا فوق عندي هنا كده هقول له لايرز، هضغط على edit layers. تمام، وبعدين هضغط على لايرز هنا. عندنا حاجة من اول لاير 8 اقدر اضيف عندي، اللي فوق دول كلهم محجوزين. تمام، طيب انا اقدر اضيف ازاي عندي اللاير؟ هنا بكتب اسم الصورة بتاعتي اللي عايزها تكون قدام الباك جراوند دي. تمام، وليكن خلينا نسميها بنفس الاسم اللي موجود هنا تحت هنا كده، وليكن بي واحد، هنسميها مثلا بي واحد. تمام، ده نفس اسم الصورة عندنا. ماشي، وانا كده ضفت عندي في لاير 8 بي واحد اللي هي الصورة اللي اسمها بي واحد. تمام، هنيجي هنا خلينا بقى نسحب دي كده ونحطها، هي ظاهرة هنا قدامنا، هي بس ساعات البرنامج يعني بيعلق ويظهرها قدامنا، بس انتوا هتيجوا تجربوا، وفي الطبيعة لو قفلت البرنامج وفتحته تاني وجيت اجرب هل الصورة دي ورا الخلفية بتاعتي. تمام، هنيجي هنا نعدل بقى في اللاير بتاعها، يعني احنا طبيعي ان الصورة دي الارضية دي كانت تبقى ورا الباك جراوند عندي، وعشان اظهرها هعمل لها لايرز من هنا وادي رقم، وبعدين اكتب نفس الرقم اللي انا كتبت هناك في اسم الصورة اللي انا كاتب هناك، كاتبه هناك عند لاير 8 اسم الصورة بتاعتي، اجي اكتب هنا نفس الرقم بتاع اللاير اللي هو 8. تمام كده عشان الدنيا تبقى تمام وتفضل هنا، بس احنا ما حددناش دي. تمام، دي 8 كده. تمام ماشي، دي طبعا لاير 0. تمام، نيجي هنا بقى دي كده نكبرها على الحجم بتاعنا، خلينا بس نعمل لها مو الى هنا كده، نعمل سكيل عندنا مثلا، والموف عندنا بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نظبط يعني اكتر بحيث انه ما يعديش الحدود، بس عادي يعني لو انا مخلية الصورة بتاعتي اكبر من الحدود اللي بره الحدود مش هيبان ومش هيعمل لي برضو مشكلة يعني. تمام، نعمل كنترول اس، يبقى انا كده عندي اللاير الصورة بتاعت الباك جراوند دي في اللاير زيرو. تمام، الصورة بتاعت الجراوند دي بقى نفسها الارضية دي في لاير 8، فكده دي هتظهر قدام. ماشي، خلينا نضيف المونتري ده كمان كده، ايوه ده كده تمام ظبط. ده كده انا ضفت البيت 2 دي تمام، ومش ظاهرة عندي لان هي دلوقتي ورا الباك جراوند عندي. تمام، او ورا السكاي دي، فانا عاوز اظهرها، اعمل ايه؟ نفس الخطوات، هقول له layers عندي edit layer، وهاجي عند layer 9 وليكن، واحط له نفس الاسم بتاع الصورة بتاعتي وليكن b2 اللي هو b2 هنا. تمام،
بعدين اجي هنا كده ماشي، هاجي هنا هحدد بقى البي 2 من هنا لان هي مش ظاهره عندي. هاجي هنا في الانسبكتور واقول له في عند الاوردر اللاير، هضغط عليها واكتب نفس الرقم اللي انا عامله هناك اللي هو 9، كده ظهرت قدامنا تمام. هنيجي هنا نحركه نحطه هنا كده مثلا ماشي، وبعدين خلينا نظبطه الشكل شويه، خليه كده وليكن، ونصغره نعمل كده مثلا تمام. وبعدين نعمل في الموف تاني عندنا، نعمل هنا كده تمام، نظبطت كده شويه ماشي. بعدين اعمل كنترول اس، يبقى انا عندي السكاي او الباك جراوند اللي ورا دي تمام واخده لير 0 تمام، عندي الجراوند واخده لير 8 عشان تظهر قدام السكاي او قدام الباك جراوند، وعندي المونتري ده واخد لير 9 عشان يظهر عندي، ما كانش ظاهر في الاول لان هو كان ورا خالص فمش ظاهر، فعشان اظهره عملت لير عندنا وعملت اديت لير، وبعدين جيت على اللايرز عندي كتبت اسمه في اي لاير عندي من بعد اللاير، من بعد اللاير السابع يعني من اول الثامن كده وانا نازله اقدر اكتبه في اي مكان عندي تمام، بس احفظ بس الرقم اللي انا كاتب فيه عشان لما اجي احدد هنا الاوبجكت ده واكتب في الاوردر ان لاير اكتب نفس الرقم اللي انا كاتب فيه هناك تمام. خلي بالنا بقى من حاجه، اي الديفولت بتاع اي اوبجكت عندي تمام بيكون في الاوردر ان لاير بيكون 0، الديفولت عندي بيكون 0 انا اللي بغيره بالارقام زي ما احنا عملنا دلوقتي تمام. وبرده خلي بالنا ان اي حاجه اكبر من لاير 0 هتظهر فوق الاوبجكت اللي موجود اللاير بتاعه 0، يعني عندنا الباك جراوند دي لاير بتاعتها ب 0 تمام، اي حاجه اي اوبجكت عندي واخد لاير اكبر من 0 هتظهر قدامها زي المونتري وزي كمان الجراوند تمام. خلي بالنا برضو ان امتداد الصوره يكون جي بي جي جي بي جي تمام، والخلفيه بتاعتي تكون شفافه عشان يبقى الشكل مظبوط عندنا. وبرضو خلي بالنا من حاجه، ان انا لو جيت احط الصوره وظهرت فوقها عادي زي صوره الجراوند دي تمام، من غير ما اعمل اللاير الحوار ان انا عملت لايرز عندي وجيت اغير الاوردر ان لاير برضو اعملها، عشان ساعات البرنامج بيعلق وساعات لما اجي اعمل رن هلاقيها ورا، طب هي ازاي هي باينه عندي هنا قدام مع ان انا ما عملتش حاجه في اللاير، بس لا خلينا نعملها برضو في للامان وعشان تظهر عندنا والبرنامج ما يحطهاش ورا في الرن تمام. يبقى احنا كده النهارده اخدنا ثلاث حاجات، ان احنا اخدنا ازاي نعمل كولجن عندنا، خلينا نشوف كده اللي هو السين الثانيه اهي، ازاي نعمل كوليجن عندنا تمام، واخدنا كمان ازاي نعمل موفينج للاوبجكت بتاعي باستخدام الكيبورد، واخدنا كمان اللاير، واخدنا اتعرفنا على اتنين كومبوننت مهمين اسمهم ريجيد بودي 2 دي وكمان البوكس كلايدر 2 دي، وكمان عرفنا ازاي نقدر نتعامل مع الكود بتاعي وازاي اكتب كود عندي في السي شارب تمام. هنا كده دي لو رن عملنا رن ليها ده الشكل بتاعي او الشكل الطبيعي بتاعي اللي هيحصل تمام. ان شاء الله في السكشن الجايه هنتعرف اكتر ازاي نحط بقى وليكن مثلا نعمل انيميشن، نحط هنا بوي وازاي نحركه برده وازاي نخليه يجري وازاي نخليه يقف، وكمان هنتعرف ان احنا لو هنحط كوين مثلا والبوي ده لما يخبط في الكوين عندنا ويحصل تصادم حاجة منهم تختفي وهكذا. يا رب يكون السكشن مفهوم كل حاجة واضحة، والسلام عليكم.